هي بدها تصلي، بتلف نص ساعة عشان تصلي، وشاي لما لابس الصلاة يا بنتي الحلال صلي حاضر هلا بتتحاكي هاي شوي، بتعمل هاي شوي، بتعمل جو يعني بل. يعني ما فيكم بلاها. بتعرفي انا يعني حكيت معها بس ما قلت لها شو اسمها؟ اخت لطيفة. صار لك زمان انت ما شفتي زوجك؟ ما جوزي بالبيت طويل، يعني في فترة طويلة يعني ما شفتي. ليش فترة طويلة؟ جوزي بالبيت حكوا، انا سمعت انه انت طلعتي جيتي يعني في زمن ما شفتي جوزك. لا جوزي معي الحمد لله. قديش صار لك يعني تاركتيه؟ ولك مين اللي تاركت؟ لا جوزي معي، لما رحت على الجزائر اخذته معي. يعني هو ما اخذك، انت اخذتيه؟ هو اخذني اول شيء على سوريا وبعدين انا اخذته على الجزائر. من وقتها ما عاد شفتي؟ لك معي جوزي. بعرف بس هلا انت الواحد احيانا بيطلع على الصور بيتذكر هلا هو بالبيت. ايه؟ تركتيه امتى؟ الصبح. يعني صار لك شيء 7-8 ساعات تركتيه؟ صحيح. اوه كثير كمان. الله محيي ما لقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ما مشاكم. نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجيناكم، الله محيي ما لقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا. الجزائرية هون؟ لا هون الجزائرية. ولا فكرتك من سوريا؟ بنحبكم، شو بدنا نعمل؟ بنحكي مثلكم يعني مشان تفهمونا. زمان معنا معناته؟ أنا جوزي فلسطيني. تمام. فلسطيني سوري؟ أيوه. إيه تبع سنة 48. قريبة. زوجك من 48؟ إيه نعم هو. الحمد لله. حب. حلو. نصيب. وين كنت بسوريا؟ كنت بمخيم اليرموك بدمشق، فعشت هناك 5 سنين، وبعد الأحداث اضطريت أني أنزل على الجزائر وأخذته معي. طبعا حافظة بيتك بالمخيم؟ أكيد. أرني الحارة. أرني أكيد. وحارة اليهود، لأنه هو من بيت أهله، بيت حماي، من حارة اليهود. حي الأمين. أيوة إشلت باب شرقي. متعرف عليه أنه حارة اليهود وحي الأمين. أيوة. حلوة المنطقة كثير. كثير كتير كتير حلوة، خاصة الزواريب تبع حرفي. وزوجك شو ولا يعني عامل؟ هو أنا جوزي بيشتغل بشركة CCC، بشركة مقاولات عالمية، فوين في مشاريع بيلتحق. هلا جاي متفرجة ولا مساهمة؟ لا أنا هاي حلوياتي، هذا شغل إيدي كله. الله يعطيك العافية. تفضل. فيه نفس فلسطيني أكيد ما ولا؟ ما حبيت أعمل فلسطيني، ما كفاني الوقت. بس بعمل مقروطة فلسطينية كتير بحبها. في أشياء كتير يعني نحن الشباب الفلسطينيين وقت اللي بيعملوا شيء حلويات على العيد كذا، إلهم نكهة إلهم طعمة غير شكل. أكيد بدي أرضي، فإجباري بدي أتعلمها، وتعلمتها والحمد لله يعني مشيت معي منيح. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكي. من الجزائر؟ لا من سوريا. وين عم تقولي أنت؟ جزائر. هلا هو جزائر. أنا جزائر. لسه عندي. خربطتيني. أنا جزائر وجوزي فلسطيني. زوجك فلسطيني، أنت جزائرية. أيوة. كبر عبر والله. ظريفة رفيقتكم. اي والله ما شاء الله عليك. يعني هيك للدعاية والإعلان بتشد الناس، بتقول لهم تعالوا اشتروا. اليوم تأخرت عن موعدها، يعني قلت لها لا المعرض يعني صار بحاجة، يعني بتعمل جو غير شكل والله. تأخذ عنك كتف. ممكن. هذا كله شيء حلبي. يعني الواحد بيطلع خارج الإطار بينتقدوه. اي والله كله شغل ايدي. تفضل هيك بنحب نتفضل ان شاء الله صحه. وهنا شو هذا الشيء اللي شيء في شيء معدل يعني على الحلبي ولا كله حلبي؟ حلبي يعني كله. مثلا هلا في اليبرق، الكبه المبرومه من شوي، يعني اجت يعني هون صديقتنا حلبيه قلت لها الكبه المبرومه انزلمت، يعني هون ما الكل بيعرفها. هلا نحن 7-8 انواع اقل شيء للكبه بحلب، يعني فالكبه المبرومه، الكبه المشويه، الكبه المقليه، هون كمان نفس الشيء ما راح يعرف يعني ما بيعرفوها. هون كبه المقلوزه، سمبوسك بجبنه بلحمه، عفوا سمبوسك بجبنه، عشر بلبل، كبسة. هلا كبسة ما هي حلبية، بس بما انه رز يعني. الكبة المقلية تقولي ما بيعرفوها يعني الاتراك ما بيعرفوها ولا؟ عفوا الكبة الدراويش بحلب، عنا الكبة الدراويش يعني. ايوه اي هاي يعني غير مثلا برا حلب ما بيعملوا كبة دراويش.
إيه اني ليش اسمها كبه درويش؟ طبعا لها قصه بس انا ما بعرفها. ايه وبعمل كبه ملوزه، يعني هدول كلهم هيك شغلي. بالظاهر يعني انت بجوز اكثر شيء بتبيعي ما لانه اكل ما الاكل اكثر يعني مبيع عنه، يعني هو كله يعني ما بشتغل الا الاكل طبعا اذا نفس طيب، يعني ان شاء الله هو بحكم مشاركتك تشهدوا لي. اي أيوة والله شكرا كثير على حسب اللي قالوا، قال شيء طيب ان شاء الله. جينا وجيناكم الله محيي ما لقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ما مشاكم. نمشي نمشي وياكم. فيتك جاي تزوريا؟ لا فلسطينية جزائرية. فلسطينية جزائرية تضوعينا. لا هي جزائرية وجوزها جزائري. لذلك متعاطفة معها. هني فنانة. لا لأني بحبها، أنا بحب كل العالم. إيه يعني متعاطفة معها؟ لا بحبها. على فكرة أنا التعاطف كلمة ما بحبها، بحب الحب. لغيناها. بتحبي؟ بحبها. الحب. الحب. والحب بحبك. شكرا. والله هلا احكي مع، صار لك زمان أنت ما شفتي زوجك ما؟ جوزي بالبيت. طويل يعني في فترة طويلة يعني ما شفتي؟ ليش فترة طويلة؟ جوزي بالبيت. حكوا أنا سمعت إنه أنت طلعتي جيتي يعني في زمن ما شفتي جوزك. لا جوزي معي الحمد لله. ليش صار لك يعني تاركتي؟ ولك مين اللي تارك؟ لا جوزي معي لما رحت على الجزائر أخذته معي. يعني هو ما أخذك أنت أخذتي؟ هو أخذني أول شيء على سوريا وبعدين أنا أخذته على الجزائر. من وقتها ما عاد شفتي؟ لك معي جوزي. بعرف بعرف بس هلأ أنت الواحد أحيانا بيطلع الصور بيتذكر بي... هلأ هو بالبيت. ايه؟ تركتي إمتى؟ صبح. يعني صار لك شيء 7-8 ساعات تاركتي؟ صحيح. أوه كتير زمان. مدامك بتحبيه يعني زمان. زمان زمان يعني هلأ بتركت على البيت. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. والله الجزائريين اليوم هيك اجتماعهم حلو مع السوريين والفلسطينيين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. إحنا بنحب الشعب السوري والفلسطيني. أصلا ما في شعب جزائري فلسطيني سوري. هاي سايكس بيكو. احنا عرب مسلمين مسيحيين يعني احنا اخوه. يعني الشعوب كلها بتحب بعضها. حدود بس اللي تفرق. احنا حدود. احنا الانظمه بتفرق. الانظمه هلا الانظمه هلا الانظمه. صحيح والله. شو عندك هذا الشيء الحلو هون؟ هذا شغل الاخت يعني هاي بس لشغل اخت. انا في الاصل فنانه تشكيليه جزائريه. شاركت قبل معارض باللوحات بس لقيت انه مثل هاي التظاهرات لازم تكون فيها مدام فيها اشياء يدويه لازم تكون فيها اشغال يدويه. لما اجينا هنا على اسطنبول فكرت يعني شو هو الشيء يعني اللي ممكن ابدع فيه. شفت دخلت على النت شفت الزهور قلت يلا ابتدي بالزهور. صنعت اول زهره نجحت معي، ثاني زهره وابتدى الابداع. يعني خريج الفنون بيلاقي هاي القصة. يعني أنا خريجة مدى؟ أنا خريجة إدارة أعمال، ليسانس لغة فرنسية وديبلوم إدارة أعمال. على الفن بعدين؟ لا الفن هواية. بعدين يعني لقيت إنه اسطنبول بلد الفنون دخلت في الفن. يعني جوك يعني جوي. نعم. وزوجي كمان فنان تشكيلي عالمي يعني على مستوى العالم عنده معارض بيسافر. تابعين لجمعية شام للفنون التشكيلية. يعني في نشاط للسوريين هون. نشاط كمان ايه يعني رحبوا بينا الحمد لله يعني السوريين وكمان الأتراك. يعني هلا بتلاحظي بكل دول العالم في لوحات يعني يعني رمزية إلهم. يعني بتروحي حتى في مدن يعني انه هاي اللوحة بناء كذا جسر كذا. طب بالجزائر يعني انا حسب هيك ما كثير بتتداولوا يعني ما كثير وصلنا انه في لوحات عن الجزائر او عن مدن بالجزائر. يعني هذا فقر ولا الترويج ما هو؟ لا هو حسب في معالم كثير بالجزائر بتجنن. يعني الجزائر بلد المعالم وبلد السياحه وبلد، لكن بس ايصال يعني المعلومات لما توصل للعالم ما توصلش بطريقه صحيحه. مثلا زوجي انا راسم قسنطينه، اذا بتسمع عن قسنطينه جسر قسنطينه مثلا الهجار
رسمين احنا معروفين مثلا بالصحراء الجزائريه، رسمين جمال التوارق الجزائريه، شيء حلو شيء. زوجي كمان يعني رسم كل يعني معالم الجزائر. بس على ما يبدو الاعلام بالجزائر ما عم بيسوق، ما عم يسوق يعني حضرتك تعرف يعني هو دائما الصور الاعلام يعطي صوره خاطئه عن المعلومه كحد ذاتها او يغيبها. الناس بتعرف الجزائر من شغلتين او ثلاثه، هلا مثلا بدمشق او بسوريا بيقولوا الامير عبد القادر الجزائري، كونه يعني من الجزائر اجا وبيعرفوا الاسماء الكبيره بالسياسه. بلك بومدين صحيح بمبلا. يعني في يعني اسماء مجاهدين، اسماء مناضلين. نعم ايه يعني بيعرفوا هذا الشيء اللي بيوصل. كل العالم يعرفنا بان فقط بلد المليون ونصف مليون شهيد. بس شايفه العنوان قديش يعني هذا هو العنوان يعني احنا حاطين باننا محاربين وشهداء وحروب. لا لا لا، بلد الرقي، بلد الفن، بلد الحضاره، بلد الرسم، بلد الغناء، بلد كل شيء. بلد يعني النضال صح، مليون شهيد، بس في معه شيء اخر يعني ثقافه جزائريه ما شاء الله يعني متنوعه وغنيه وثريه كثير يعني. بس ما كانوا وطنيين وحضاريين ما صار في مليون شهيد. صحيح، هو على فكره مليون ونصف مليون شهيد بس المحسوبين على الورق. يعني هي احسب يعني من 1830 يعني لغايه يعني 130 سنه، يعني مليون ونصف مليون شهيد مستحيل. يعني في اكثر ناس يعني حضرتك بتعرف يعني الشهداء يعني في المحسوب وفي غير محسوب، الله يرحمهم جميعا. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. شكرا شكرا. نورتوا. اهلا وسهلا فيك. جينا وجيناكم الله محيي ما لقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ما مشاكم. نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. شفنا وشفناكم صعب علينا فرقاكم، شفنا وشفناكم صعب علينا فرقاكم. فين الدمع؟ الله يعطيك العافية. كمان يدوي بس على أدق يعني شوي. هلا نحن مؤسسة هون، مؤسسة النادي العربي، نحن قسم منا قسم المشغل، نعمل كورسات أول شيء للسيدات بالمنازل بأقرب مكان لإلهم، بعدين بنوزع المواد الأساسية نحن بناخدها ونشطبها بهاي الطريقة. حلو، أنت عم تقولي عن مؤسستك بقلب هذا البازار. نحن ما بنضيع فرصة إنه مثلا هلا نحن مثلا البيع هون قليل، بس الفرصة مثلا اجوا الأخوات شافوا إنتاجهم، هي مثلا اللي اشتغلت هذا جزدان شافت هذا جزدان كيف تشطب وصار بالأخير، اللي اشتغلت أي شيء من هذا الشيء إنه بيتعرفوا أكثر وننشر هذا الوعي والثقافة بين الناس. عم تعاني من قصة يعني إنه كيف يعني الواحد يوصل لنتيجة مع المجتمع اللي حواليه؟ أنت على ما يبدو يعني عندك العلاقات سهلة، ممكن الواحد الإنسان الذكي وين ما كان بيتأقلم، ولما يكون عندك تفكير صحيح فيك تتعرف على الناس وتقدم نفسك بالطريقة الصحيحة وما في يضل عندك مشكلة بالعلاقات أو إنك ما تتفاجئي بشيء بالحياة. أكيد في ناس بيصدموا بتصرفاتهم، بس لما يكون عندك أوكي أنا بيحكمني أخلاقي وتربيتي ووعي وثقافتي، وهو بالمقابل هاي ثقافته هاي وعيه، هذا اللي رب العالمين رزقه فيه من علم، فناقشته جاهلا فغلبني أكيد. الله يعطيك العافية. درستي؟ درست. لوين وصلتي؟ هلا بسوريا كنت بدرس شريعة وقانون وما صار نصيب إني كمل، جيت هون خلصت مدرب دولي، عندي دبلوم ذاكرة خارقة، ممثل سوريا في البطولة العربية للذاكرة. شوي طولي بالك ما بدنا نستوعب. قديش مواليدك؟ 91. والله سابق الوقت ويعني مستفيدة منه على ما يبدو يعني. فيك تشغل وتسبق بالتنظيم فيك. أهلك لهم دور؟ أصدقائك؟ أنا من عائلة جامعية، عائلتي الأوائل على العالم بالخط العربي لسنين طويلة. تمام. فين عليهم؟ لأنه نحن جزء بنعرفهم بس ما بنعرفك إليك. أوكي، عمي الأول على العالم لثلاث سنين خطاط خالد الساعي. تمام، هو خريج فنون جميلة، هلأ حديثا إله ببرلين إله جدارية بمتحف. تمام، جدارية خط عربي. عمي الثاني مهند الساعي دكتور أسنان وأول على العالم لمدة سنتين بالخط الديوان الجلي. والدي مصمم آلات زراعية
ومخترع وخطاط وحافظ قرآن كريم، والكل بهذا الشيء. خالد مهند وفؤاد ومؤيد كمان الأول على العالم بالخط العربي. بنت مين؟ فؤاد. بنت فؤاد، يا أهلا وسهلا فيكي. والدك وينه هلا؟ موجود هون، بيعطي قرآن كريم، بيترجم وبيدقق، كله تمام. تعلمتي هذا الشيء يعني ضمن العائلة، بس العائلة وين تعلمت؟ هلا أنا من عائلة الكل جامعي، بس الوالد مثلا حتى لو أنت طبيب أسنان أو مهندس أو خريج تجارة، أنت لازم يكون عندك شيء فني، شيء حتى لو علقت شهادتك على الحيط هذا لازم يكون شغال بشيء تاني، تمام؟ هذا الشيء البيئة أكيد بتأثر، الجو اللي أنت فيه. حضرتك سورية من أي محافظة؟ أنا من دير الزور، من مدينة الميادين اللي هي أقرب لحدود العراق. بعيدة عن الشام كتير؟ كتير، بس كنت ساكنة بالشام وعندي بيت بالشام وأحلامي. قضيتي طفولتك هنيك شيء؟ بمدينتي. مرحلة الشباب كانت بالشام. يعني بتعرفيها وحافظتيها؟ طبعا طبعا. الواحد بيتغرب مثلا لمنطقة تانية بسوريا بعدين بيرجع هذا بينسى. هذا الشيء بيأثر على وعي الإنسان، مثلا الوالد عنده قناعة إنه حتى لو طلع لك جامعة قريبة من البيت أو بالمحافظة اللي أنت فيها لازم تتغرب لحتى تتعلم. غير الجامعة اللي أنت فيها سجل أي كورس تاني مشان لما تبعد عن أهلك تعتمد على نفسك، بتشغل عقلك، بتشوف مهاراتك وقدراتك بالحياة. طيب الشيء اللي عم تقولي كله هذا يعني سردتي السيرة الذاتية، لسه في شيء بالذهن؟ طبعا. لسه بدي كمل جامعة تانية بفرع أخرى، بدي أخلص لغات اللي عم بدرسهم هلأ أنا، بس غير أنه أنا موظفة بمؤسسة بس. الله يعطيك العافية، شكرا لك. الله محيي ملقاكم، وإن ما رحتوا وإن ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وإن ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.